السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الأستاذ بن شارف حسين، الأستاذ المحاضر لمقياس المدخل إلى علم الاجتماع للسنة الأولى جذع مشترك علوم اقتصادية السداسي الأول جامعة وهران 2 محمد بن أحمد السنة الجامعية 2021-2022. محاضرتنا اليوم إن شاء الله هي خاصة بمناهج البحث في علم الاجتماع لي ميثود دو ريشيرش اون سوسيولوجي. ف أثناء ممارسة البحث السوسيولوجي هناك قاعدة أساسية، وهي أنه لا توجد وصفة جاهزة لإعداد وممارسة البحث السوسيولوجي. لإعداد وممارسة البحث السوسيولوجي، فالوصفة عند الباحث الاجتماعي هي أنه يلتقط الفكرة الأولية من مجموع الظواهر في أجزاء المعرفة المحيطة به، أي البحث في المعرفة القبلية والتجارب السابقة لكونها تساعد جزئيا. كيف يلتقطها الباحث ويحولها إلى موضوع أن أوبجي دو ريشيرش، ويخضعها للمعرفة السوسيولوجية من مختلف النظريات والدراسات السابقة في أي مجتمع في العالم كانت. فهي مفيدة ومثيرة للاهتمام، سواء كان ممكن تطبيقها وتعميمها على مجتمعنا أو ليس ممكن. مثلا لا يمكننا التعامل مع العلم كما نتعامل مع العقيدة، بحيث لا توجد الأحكام السلبية في المجتمع أو علم الاجتماع بالأحرى، بل يجب أن نستعمل النظريات ولا نتخذ فيها موقف الحكم لو جوجمون، لأن النظرية هي الحل الوحيد للتخصص، لأنها القاعدة الإبستيمولوجية التي يمكن التغيير من مضمونها. لأن الفكر العلمي متخصص، فإما أن يكون للطالب والباحث الجامعي مكتبة معرفية مرجعية في ذهنه، أو لا يكون ذلك. فجميع المقاييس التي يدرسها الطالب الجامعي في مرحلة تكوينه تساعد على التخصص في إطار علمي محدد وواسع، ذلك لأن المجتمع يتطور ويسير في أي اتجاه كان شئنا أم أبينا. ففي علم الاجتماع نتعامل مع ما هو كائن وليس ما يجب أن يكون، فنحن بصدد تتبع الحدث عبر الكرونولوجيا أو المراحل الزمنية عبر التاريخ une chronologie historique. لا يمكن أن يعتمد الإنسان على تراث معرفي واحد وواحد فقط، لأنه لا يمكن الفصل بين الموضوعية والذاتية l'objectivité et la subjectivité. لأن السوسيولوجيا في تعريفها هي دراسة المجتمع البشري بطريقة علمية، الأمر الذي يفرق بين المجتمع في عمومه وبين الظاهرة الاجتماعية. في بعض الأحيان الظروف الجيوستراتيجية التاريخية تجعلنا نتطرق لدراسة بعض الأمور والظواهر الأخرى، مثلا دراسة القانون والسياسة والطب إلى جانب دراستنا لعلم الاجتماع. فالمعرفة العامية هي التي تعطي للباحث الاجتماعي وصفة نظرية أطروحية لممارسة البحث السوسيولوجي، لأن الإنسان في كليته كائن معقد، لذا فغير ممكن أن أعوض الإنسان مثلا وأقتبس بكالبارلوف كما يرى ذلك كلود برنار في منهجه التجريبي، لأن الإنسان لا يمكنه أبدا أن يكون ككلب بافلوف، لأن ذلك احتقار للإنسان والمجتمع في كليته. والإنسان كائن حي ناطق مفكر سامي معقد. مثلا إذا لم أفهم نظرية المنعكس الشرطي لا أستطيع إذن فهم سلوك استجابة الكلب في تجربة بافلوف. فأهمية النظرية هي التنبيه، بحيث هي أداة تفكير وليس جواب. وأخيرا تضع الكثير من التساؤلات، فلكي يحضر الباحث الاجتماعي موضوعا معينا يجب أن يكون متطلعا بأوضاع مجتمعه تماما من حيث البناء القاعدي له. الطبيعة الاجتماعية لا تحب الفراغ.
لأن كل هذه الوظائف الاجتماعية تساعدني في التطور وهي محترمة، لأنها سلوك بشري مهما كانت إيجابية أو سلبية، وذلك في مجال الدراسة. من أي موقف أنا عليه واقف في أي مكان وأي موضوع، فإني بذلك أسلط الضوء المعرفة على ذلك الشيء. مثال: ما هي إيجابيات وسلبيات النميمة في المجتمع؟ لكونها جزء من بناء العلاقات الاجتماعية، فإما أن أضع نفسي في موقف الباحث الاجتماعي، وإما أن أضع نفسي في موقف رجل الشارع. وهذه هي المشكلة الإبستيمولوجية، لو بروبليم إبستيمولوجيك. نتكلم مثل ما يتكلم الجميع، ونعرف مثل ما يعرف الجميع. لهذا علينا أن نتخصص لنتميز عن غيرنا بالوصول إلى نتائج موضوعية لا يمكن لأحد غيرنا أو سوانا اقتناؤها أو الحصول عليها، وذلك بتجنب الأحكام المسبقة وتطبيق الاحترام للموضوع. فبالنسبة لي خطوات البحث السوسيولوجي أو الاجتماعي، فعلينا وضع دراسة أو خطة معينة أثناء عملية البحث السوسيولوجي، كيفية القيام بالبحث السوسيولوجي، وذلك لإنجاز شكل البحث، أو بالنسبة لخطوات البحث السوسيولوجي من مقدمة وفرضيات وإشكالية وأدوات بحث ومناهج مستعملة وغيرها. فإنتاج البحث السوسيولوجي ليس هو خطوات البحث الاجتماعي. بصفة عامة يرتكز بالأساس على استعمال واستيعاب النظريات واستنطاق المفاهيم والتحكم فيها، مذاهبها، مدارسها، أهدافها، منطلقاتها، مسيرتها. فكل مدرسة لها مصطلحاتها الأساسية هي مفاتيحها الأساسية، فيلزمني معرفة النظريات ومفاهيمها ومناهجها، بحيث أن لكل منهج تقنيات. فالبناء هو البحث في النظريات والمفاهيم للوصول، فالبناء المنهجي لا كونستركسيون ميثودولوجيك هو البحث في النظريات والمفاهيم للوصول إلى وضع النظرية، وذلك يفسر الفرضية، ومن ثم أي نوع من التقنيات أختار وأي نوع من المنهج أختار، ويبقى للمجتمع شق آخر في الموضوع. وهذا هو موضوع دراستنا الاجتماعية، طبيعة البحث السوسيولوجي في عامته، البحث في أحوال المجتمع. فالبناء المنهجي هو أصعب شيء في البحث العلمي يعني أسره، فإما أن تكون وصفة لإعداد البحث الاجتماعي العلمي أو لا تكون. المفاهيم تنتج وضعيا، تسمح لنا بالتعبير عن حالة اجتماعية واستعمالها استعمال عادي. والمفهوم La notion ليس هو المصطلح le concept، لأن المفهوم la notion يحتوي على كون من أو كم معين من المضامين le contenu، بينما المصطلح يختص بمعنى معين بدلالة معينة في إطار المجال المعرفي المستخدم فيه. فالمفهوم يأخذنا إلى أطر معرفية مختلفة. لا يتأتى للباحث الاجتماعي تداول المفاهيم السوسيولوجية إلا من خلال قراءة مجموعة هامة من الأدبيات التي قامت لبناء هذا المفهوم. لذا غير ممكن أثناء أي بحث أن أختار كلماتي الأساسية بشكل اعتباطي عشوائي، فعلى الطالب الانتقال من الاختيار الاعتباطي إلى إعادة إنتاج واستعمال بصفة دقيقة من المواطن النظرية التي ينتمي إليها الموضوع، أي البحث في المعرفة العلمية. فهذه هي المحطة الأولى للبناء في المفهوم. هل العمل لتخاضي مفهوم أم مصطلح؟ هو مفهوم، بحيث علينا التمييز ما بين العمل، مثال العمل المأجور بالإشارة إلى المحاسبة الوطنية،
والعمل المنزلي، هل هو عمل مأجور؟ وأيضا بيع قوة العمل، فكل ما هو بيع قوة العمل مثال هو العمل المأجور باعتباره قيمة اجتماعية وطنية اقتصادية. العمل المنزلي لحد الآن هو ليس بعمل مأجور وبالتالي قيمة اجتماعية معنوية. وتجديد قوة العمل عند العامل منذ دخلت النقود في الحضارة ومفهوم اقتصاد السوق والسوق، يعني أي من أعمال سميث وماركس وكارل ماركس، آدم سميث وكارل ماركس. المفهوم يأتينا دائما من صورة مشهدية فكرية مجردة. فالبداية العمل يعني لديه جانب شاق، أما الآن أصبح شيء آخر. ثم بالنسبة للدور المفهوم بالنسبة للظاهرة الاجتماعية، الظاهرة الاجتماعية توجد كمادة خام، أي ظاهرة غير ناطقة عندها معنى واسع جدا لا حصرة له، لا يمكننا أن تفهم إلا على أساس وضع المعلومات المفتتة التي تتوفر عليها ومن خلال الاقتراب العام لمجمل الظواهر الاجتماعية التي تحتويها. لأن مضمون الظاهرة الاجتماعية هو الهيكل الذي تقوم عليه والذي يربط بين مختلف الظواهر الجزئية أو المواضيع. المفهوم يدل على شيء في تركيب الجملة عند مدرسة معينة، فهذا العلم يساعدنا في فهم المعنى، وهذه المواضيع هي المجموع المشترك لكل ما يهمنا حول الظاهرة الاجتماعية، وهذا لا يكون إلا أو لا يتأتى إلا من خلال بداية التفكير والبحث في الموضوع، أي إعادة تركيب وإعادة بناء مستمر لمجموع الهياكل الاجتماعية، بمعنى أنها عملية فكرية وليست مادية، وهي يعني الخصوبة في الإنتاج العلمي التي تتضمن عدد لا حصرة له من الظواهر والسلوكات والوضعيات وعلاقتها المختلفة، بحيث هي عملية معقدة والتي تبرز داخل مجموعة بشرية معينة، بحيث تكون غير ساكنة، نظرا أن العلوم الاجتماعية كلها لا تتعامل مع الظواهر أو المواضيع خارج البشر. فالظاهرة الاجتماعية هي وضعية أو حالة تحتويهم أو حالة تحتوي عفوا على عناصر معقدة قبل الاهتمام بها، ولكن التفكير المعرفي يضفي عليها صفة ولو حسب الصفة العلمية المختارة. فبالرغم من أن الظاهرة موجودة ولكنها تبقى في حالة عذرية غير ناطقة أو طبيعية، أي لم يتدخل العلم فيها من خلال الفكر، وبدون تدخل الفكر تبقى الظاهرة مسلوبة من كل المعاني والتفاسير ولا تتحول إلى موضوع إلا بعدما تدرك من طرف الفكر من خلال الشك العلمي. فصياغة المفاهيم واستعمالها ليست هي عملية تساعدنا على الإدراك فقط، بل هي عملية تساعدنا في الإنجاز ثم تنظيم الواقع، يعني بالحفاظ يعني على خصائصها المميزة أو خصائص الظاهرة المميزة، وأخيرا القيام بأول فرز للمعلومات المكثفة التي تحاصر الباحث الاجتماعي. أما الوظائف الأخرى للمفهوم فهي أولا المفهوم هو موجه للباحث لأنه يساعده في الانطلاق وأخذ وجهة نظر واحدة. ثانيا يساعدنا المفهوم على تصور الأشياء التي لا تدرك بسهولة باعتباره عبارة عن تفكير تجريدي، وليس هو الظاهرة وليس هو الموضوع، ولكن دوره الأساسي هو لوحة قيادة في البحث العلمي فيها ما يسمى بالتنظيم والتوجيه والتعيين والتنبؤ العلمي، بحيث يقول غاستون باشلار
إن العلم ينجز مواضيعه ولكن يجدها البتة، عفوا، إن العلم ينجز مواضيعه ولن يجدها البتة جاهزة. فسوف نتطرق لعدد من المناهج المستخدمة في علم أو علم الاجتماع أو في البحث السوسيولوجي. أولا، المنهج التاريخي، la méthode historique. يقوم المنهج التاريخي في البحث على أساس دراسة أحداث الماضي وتفسيرها وتحليلها بهدف التوصل إلى قوانين عامة تساعدنا في التحليل، تساعدنا على تحليل أوضاع الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وهو بذلك يصف الحوادث بطريقة موضوعية ويحاول أن يربطها في سياق زمني من أجل تقديم قصة مستمرة من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. والظواهر الاجتماعية كالظواهر التاريخية زمانية في أغلب الأحوال، إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بواقع المجتمع الماضية تأثرت بها في نشأتها ونموها. وبذلك فلا بد للباحث الاجتماعي من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظاهرة الاجتماعية في نشأتها والوقوف على عوامل تغيرها وانتقالها، أو يعني لتحديد ديناميكياتها. البحث التاريخي يعني يعتمد على المعطيات المأخوذة من الوثائق والسجلات مع بعضها البعض بطريقة منطقية، والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤسس حقائق جديدة أو تقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية. وفي هذا يلتزم في دراسته بالدقة والموضوعية والأمانة الفكرية وجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، إلى أن يصل إلى ربط الأحداث التاريخية وإيجاد بعض العلاقات السببية بينها، ثم محاولته وضع قوانين يمكن تعميمها والاستفادة منها. هناك مصادر. ما هي مصادر المنهج التاريخي؟ وهي ثلاثة عموما. مصادر أولية وهي أقوال الأشخاص المعتمدين الذين عاصروا الحدث في زمانه ومكانه، وكالوجهاء والأعيان وشيوخ مجتمع الدراسة والاعتماد عليهم كمخبرين، وكذلك السجلات والوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية أو جهات رسمية، والسجلات الشخصية لزوتوبيوغرافي كالسيرة الذاتية والوصايا والمذكرات للميموار. كما تشتمل هذه المصادر على القوانين واللوائح أيضا. هناك مصادر ثانوية، وهي ما نقل أو اشتق أو نسب يعني من خلال أخذ يعني مصادر أولية، أي أن الجهة التي تستفيد أو تستخدم البيانات الأولية تعتمد على البيانات التي تنشر في البحوث أو الرسائل العلمية أو الصحف وفي المجلات. وهناك المصادر الميدانية، يعني المتعلقة بالبحث الميداني، يعني عن طريق المشاهدة المباشرة أو دراسة الآثار ويعني التاريخية. فهناك نوعين من الاختبارات المرتبطة بالمصادر التاريخية. هناك التحليل الخارجي، بحيث يجب على الباحث أن يتحقق من شخصية المخبرين وشخصية المؤلف والكتاب وزمن الوثيقة ومكان صدورها، وكذلك مدى صدق الوثائق من حيث الأصالة أو أصالة مصدر المعلومات أيا كان نوعه وشكله. وأيضا استخدام المقارنة مع مخطوطات أخرى. هناك التحليل الداخلي، على الباحث أيضا أن يتحقق من الظروف التي ظهرت فيها وثائق الدراسة وتأكد من مدى صحة محتوى المادة التي تحتويها. ثم هناك خطوات المنهج التاريخي بالنسبة لتحديد المشكلة، وأيضا
تحديد لا بروبليماتيك وأيضا تحديد جمع المعلومات المتكون من السجلات والوثائق والآثار والشواهد التاريخية والدراسات التاريخية القيمة وتحديد وحدة التحليل التاريخي والبيانات التاريخية، ثم وصولا إلى صياغة الفروض في المنهج التاريخي. والمنهج الثاني في علم الاجتماع هو منهج المسح الاجتماعي. يعتبر منهج المسح الاجتماعي من أشهر مناهج البحث وأكثرها شيوعا، ويعرف بأنه عبارة عن دراسة عامة لظاهرة موجودة في جماعة معينة وفي مكان معين وفي الوقت الحاضر دون الخوض في تأثير الماضي والتعمق فيه، كما أنها تدرس الظواهر كما هي دون تدخل الباحث فيها والتأثير على مجرياتها. وفيه يتم جمع بيانات مقننة من مجتمع البحث، وتعد الاستبيان والمقابلات المقننة أكثر الأساليب استخداما في تنفيذ المسوحات الاجتماعية، ويتمثل الغرض الرئيسي من إجرائها يعني من إجراء المسح في إنتاج بيانات تشكل أساسا للتعميم حول مجتمع المسح أو الجماعات المستهدفة بحثها. وهي نوعان، إما مسح شامل حيث يتم جمع معلومات شاملة حول جوانب الظاهرة المدروسة من جميع وحدات البحث سواء كانت أفراد أو جماعات، وأيضا هناك المسح بالعينة وهو أكثر استخداما وشيوعا من المسح الشامل، وذلك لقلة تكاليفه نسبيا ولإمكانية الحصول على نتائج ممثلة representative، أي يمكن تعميمها على جميع وحدات مجتمع الدراسة. والباحث في هذا النوع يكتفي بدراسة عدد محدود من الحالات أو المفردات في حدود الوقت والجهد والإمكانيات المتوفرة لديه. فبالنسبة لخطوات المسح الاجتماعي فهي تحديد المشكلة وتجديد الأهداف العامة والخاصة لموضوع البحث، تجميع وتحديد البيانات التي يتطلبها موضوع الدراسة، اختيار الأداة البحثية الملائمة لجمع هذه البيانات، وعادة ما يستخدم في المسح الاجتماعي أسلوب المقابلة الذي قد يعتمد على إعداد استخدام الاستبيان، كما تستخدم الملاحظة لوبسيرفاسيون كأداة لجمع البيانات، وأيضا الاستفادة من الإحصاءات والمعطيات الإحصائية والسجلات الرسمية، ومن ثم تصنيف البيانات وتفريغها وتحليلها وصولا إلى استخلاص النتائج. ثم عادة ما تستخدم المسوحات الاجتماعية على المسح التربوي المدرسي وطريقة تحليل العمل والدراسات المسحية للرأي العام ومسح السوق والمسح الاجتماعي. المنهج الثالث المستخدم في علم الاجتماع هو المنهج المقارن، La méthode comparative. يركز هذا المنهج من البحوث على مقارنة جوانب التشابه والاختلاف بين الظواهر الاجتماعية لغرض اكتشاف أي العوامل أو الظروف التي تصاحب حدوث ظاهرة اجتماعية أو ممارسة معينة، على أن تكون المقارنة في فترة زمنية واحدة أو تقوم بمقارنة ظاهرة واحدة في نفس المجتمع في فترة زمنية مختلفة لمعرفة تطورها وتغيرها، ولكي يحقق الباحث الاجتماعي أهدافه العلمية بتطبيق منهج الدراسات المقارنة عليه، أن يقوم بتصنيف دقيق للثقافات الإنسانية للمجتمعات المشمولة بالدراسة، ثم تنظيم مشاهداته عن هذه الثقافات، وأخيرا تصنيف المادة التي انتهى من جمعها لغرض التسجيل والتحليل. فيخضع التحليل المقارن إلى أربعة حالات من المقارنة، وهي
مقارنة متغير واحد في مجتمعات متشابهة، مثلا كدراسة الوضع التربوي لأبناء العمال في المدارس الابتدائية عندما عند مجتمعين صناعيين، وأيضا مقارنة عدة متغيرات في مجتمعات متشابهة كدراسة التطور السياسي لعشرة أقطار نامية. ويصنف متغير التطور السياسي إلى خمس وحدات اجتماعية كما يلي: الوظيفة الإدارية، الوظيفة القانونية، التنظيم الحزبي، السلطان والسلطة، وتأثير المواطنين. العلاقة الثالثة هي علاقة عدة متغيرات في مجتمع واحد، مثل دراسة علاقة معدل الإنجاب أو الخصوبة بالطبقة الاجتماعية والمنطقة الجغرافية حضرية أو ريفية، أو أيضا علاقة يعني العلاقة الرابعة هي علاقة عدة متغيرات في مجتمعات متباينة، مثل دراسة علاقة التنمية الاجتماعية وعلاقتها بالدخل القومي في مجتمع صناعي، ومقارنة تلك العلاقة بمجتمع زراعي. المنهج الرابع هو l'étude de cas، دراسة الحالة، وهي الدراسة التي تهتم بحالة فرد أو جماعة أو مؤسسة. يصعب على الباحث استخدام المناهج الأخرى من أجل جمع معلومات عن أفراد مجتمع الدراسة بأسلوب معمق، ولا يؤخذ بهذه الطريقة جميع تخصصات علم الاجتماع. فعلم الجريمة وعلم النفس الاجتماعي يأخذان بها، بينما علم السكان أو علم الاجتماع الحضري لا يأخذان به. ويستعمل منهج دراسة الحالة بكثرة في ميدان الطب وعلم النفس، أو دراسة مجموعات صغيرة من أفراد المؤسسات الإصلاحية كمثال كالسجون وإصلاحيات الأحداث لمينور ودور الرعاية. وكما يمكن الجمع بين الدراسة الكمية والكيفية في هذا المنهج. ودراسة الحالة نوع من الدراسات الوصفية أو أسلوب من أساليب البحث الوصفي، يزود الباحث بكم من البيانات الكمية والكيفية عن عوامل متعددة تتعلق بفرد أو مؤسسة أو أسرة أو عدد قليل من الأفراد أو نظام اجتماعي وحالات محددة. من أدوات هذا المنهج المقابلة الشخصية ودراسة الوثائق والسجلات الرسمية والمذكرات الشخصية وتقارير الأطباء وملاحظة الجهاز الإصلاحي داخل المؤسسة وهويات المبحوثين، وكذلك الملاحظة، الفحوص والاختبارات. خطوات دراسة الحالة: أولا، تحديد مشكلة الدراسة أو نوع الأسلوب المطلوب دراسته، تحديد المفاهيم والفروض العلمية والتأكد من توفر البيانات المتعلقة بها، اختبار العينة المماثلة للحالة التي يقوم بدراستها، تحديد وسائل جمع البيانات كالملاحظة والمقابلة والوثائق الشخصية كتواريخ الحياة والسيرة أو السير الذاتية والمذكرات، تدريب يعني جامعي البيانات les collecteurs de données ou bien les enquêteurs، جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها، استخلاص النتائج وتأميمها. ثم هناك منهج تحليل المضمون l'analyse du contenu. هناك عدة تعاريف له، إلا أن هناك شبه إجماع يعني عند كل من برنار بيرلسون و أولي هولستي، حيث أن الأول عرف تحليل المضمون باعتباره أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى الظاهر لمضمون الاتصال، وأن الثاني عرفه من حيث هو وسيلة للقيام باستنتاجات عن طريقة تحديد المنظم والموضوعي لسمات معينة في الرسائل الاتصالية. من هنا يتسم أسلوب تحليل المضمون بالموضوعية، وهي سمة مميزة للبحث العلمي.
على الباحث أن يتحرر من أي نزعة شخصية أو ذاتية في البحث ليصل إلى درجة الصدق والثبات. أيضا يجب أن يتم تحليل مضمون مادة الاتصال بطريقة منظمة وموضوعية تتماشى وقواعد البحث العلمي. ويرتبط تطبيق أسلوب تحليل المضمون في الدراسات الاجتماعية بوصف الظواهر المدروسة كميا، ويستلزم في هذا الأسلوب استخدام لغة الأرقام أو الإحصاء، وذلك عن طريق رصد التكرارات أو الفريكونس تكرارات الفئات المختلفة. خطوات تحليل المضمون، يتطلب ذلك على الباحث أن يقرر ما يريد دراسته، مثل مقدار العنف المشاهد في التلفزيون أو القيم الاجتماعية التي تبثها أفلام الكرتون. أيضا عليه أن يقرر وحدة التحليل كالكلمة أو الفكرة أو الشخصيات. عليه أيضا أن يحدد طبيعة الفئات التي سوف يجري عليها التحليل، وأيضا أن يقرر المجتمع الذي يدرسه والعينة التي يختارها، وعليه أن يقرر كيفية معالجة البيانات الإحصائية لاستخلاص النتائج. هناك المنهج السادس، وهو المنهج الكيفي والمنهج الكمي، l'approche quantitative et l'approche qualitative. تنقسم مناهج البحث في علم الاجتماع إلى نوعين رئيسيين، كمية وكيفية quantitative et qualitative. وتستخدم المناهج الكمية في إنتاج بيانات عددية أو إحصائية، أي يرتبط مفهوم هذا المنهج بالكم أو الوصف ومدى قابلية الظواهر محل الدراسة للقياس، بينما المناهج الكيفية ترتبط بصفة أساسية في إنتاج بيانات حول الخبرات والمعاني الشخصية للفاعلين الاجتماعيين، وتعتمد عادة على لغة الفاعل الاجتماعي أو على ملاحظة سلوك أو ممارسات الفاعلين الاجتماعيين. يقع المنهج الكيفي كاليتاتيف عموما في إطار المنهج التحليلي المتسم بالعمومية والشمولية، على اعتبار أنه يمكننا القول بوجود تحليل كيفي وآخر كمي أو مقارن. يختلف الاستقصاء أو البحث الكيفي عن الطريقة الكمية في دراسة الظواهر الاجتماعية، في أنها ترفض اعتبار أن أغراض طرق العلوم الاجتماعية هي نفسها أغراض طرق العلوم الطبيعية والفيزيائية على الأقل من حيث المبدأ. فالأساس في البحوث الكمية سواء في العلوم الاجتماعية أو الطبيعية أنها تسعى نحو تحقيق واختبار نظريات وتفسير الظواهر عن طريق تأكيد أنها مستمدة من الافتراضات النظرية، وتبدأ البحوث الكيفية من مسلم منهجي مختلف، وهو أن أو منطلق منهجي مختلف، وهو أن موضوعات العلوم الاجتماعية أو الإنسانية مختلفة في أساسها عن الموضوعات في العلوم الطبيعية، ولذلك تتطلب هدفا مختلفا في الاستقصاء ومجموعات مختلفة من طرق البحث. في البحث الكمي تكتسب استقلالية الباحث عن موضوع البحث قيمة كبيرة، بخلاف ذلك فإن المنهج الكيفي يعود إلى الإدراك الذاتي للباحث بوصفه عنصرا أساسيا في المعرفة، وإن البحث الكمي يعتمد إلى درجة كبيرة على تقنين البحوث الميدانية، فتكون أسئلة الاستبانة أو الاستمارة وكذلك الإجابة محددة مسبقا. أما المقابلات الكيفية les entretiens qualitatifs فهي أكثر مرونة وإنسيابية وتتكيف مع الحالات المختلفة. من خصائص الانفتاح، ومن خلال التأكيد على الوظيفة الاستكشافية للبحث الاجتماعي الكيفي، التخلي عن تكوين الفرضيات مسبقا
والبحث الكيفي يركز على البحث الميداني الاستطلاعي، وهذا ما يهمله البحث الكمي غالبا. وأيضا من خصائص البحث الكيفي بوصفه متفائلا، وأيضا الطابع الديناميكي بين البحث والموضوع والتأمل النقدي للموضوع والتحليل والتفسير وأيضا المرونة. شكرا.